باميلا الكيك، اهلا وسهلا فيكي على هواكم تي في. باميلا دائما قمر تي في، برات التي في قمر، ملكه، يعني ما بعرف شو بدي اوصفك. الجمال جمال الروح. عن جد هالجمله قد ايه كنا هيك مره اوقات بتمسخر، بس قد ايه ما في غيره وقد ايه صح. كل ما روحك بتكون حلوه، كل ما هيك بيشع شيء منك، فيمكن هيدا الشيء رباني الحمد لله. باميلا عن جد رغم قد ايه بيجيك التناقض، قد ايه بيجيك هجوم والاخبار وكل شيء، دائما روحك طيبه، دائما هيك فريش، دائما يعني مثل ما بقول كوكات. صح، لانه هيدا رول اللعبه، يعني رولز الحياه. كل ما بتتقدم اكثر كل ما بتستكشف انه واي سو سيريس، كمان انه فيك تمرق المساج اللطيف هيك بينعدوا اسرع، وفيه يكون في تنمر او فيه، بس نحن ما رح نوقف. طالما في فن بدنا نتشاطر ومع العالم تنضحك، يعني نجيب الأمل على قلوبنا أكتر، ما رح نبخل أبدا. مشاهدينا بس بدي أقول لكم شغلة صغيرة، باميلا الكيك هي كريستال، كريستال اللي ما بينكسر أبدا، ما بينكسر الكريستال، يلي عن جد نجمة خربت الدنيا بكريستال، العالم يعني صارت عم تنطر مناطرة كريستال، سايكو سايكو. شو بتحب تقولي لدورك للإشياء اللي عم تعمليها؟ بحب أقول كلمة واحدة رح رددها ثلاث مرات، حب حب حب، كتير حب لكل هالأشخاص اللي عم بيعطوني حب بالشارع وين ما نكون، يعني الرسالة عم توصل وفننا عم يوصل. فمشان هيك أنا اليوم بقول إنه الحب رح يعود، لأنه مرقاك فترة شوي كنا مشنجين معصبين ولازلنا، فتشنجوا تحت الشمس، تتشنجوا أنتوا عم تعملوا جزدورة، تشنجوا أنتوا وعم تنسوا إنه في عطل نام، لأنه العطل الهم رح يضل موجود، بس الحياة مش كل يوم منعيشها. رح أقول شي بيصدم كلهم، راهنوا باميلا خلص، باميلا بالبيت، باميلا ما بقى لها أدوار، بس باميلا اجت بكريستال، يعني كسرت لهم كل كريستالاتهم ببيوتهم. شو بتقولي له؟ ما كان المقصود نكسر ولا كريستالة، بس كسرتيه. ما بدنا، مش هيدا المبتغى، بس ليك الحقيقة يعني قد ما تحط فوق الجبل تلج، التلج بده يدوب وما رح يصح إلا الصحيح، والصحيح صح، يعني بطل مريض الصح، ما بيصح إلا الصحيح وهو صح صراحة. فاميلا شو عندك اشياء جديده عم تحضريها؟ ليك هلا بدي اقول لك عن جد من قلبي، ما عم بقول ابدا شو الاعمال اللي عم فوت فيها، لانه انا صرت عبالي عنصر المفاجاه يكون محوطني، يعني ما اعرف اتفاجئ انه اف بعد بدك تعطينا صدمه جديده. اكيد يعني. انا كله طالما عايشه يعني صدمه ورا صدمه، ولا محضرتكم اصلا صدمه قلبي مع الكونتستنت اللي رح اساله سؤال، بس فكرت كثير فيه، بس رح يكون صادم شوي. اليوم انت كمان بالجوري بمستر لبنان. نعم. رغم الاوضاع اللي عم بتصير بالبلد وكل شيء، ليكي فرح العالم كله حوالينا، لبنان بحب يعيش، بحب الفرح، انت شو بتحب تقولي له؟ الله جميل ويحب الجمال، يعني والله موجود بكل الوجود. فاليوم العالم اللي عم تاخد، عم بلاحظ على الانسان عم بيكون يومه كل ساعه، ساعه نحن منيح ساعه نحن مش منيح، هالقد عم بيلعب المود سوينجز عنا. فاليوم كتير بنبسط، حتى كون مثلا ماشي بالسيارة شوف ناس عم تضحك، حتى من دون، كانوا يقولوا ضحك من دون سبب قلة أدب، هلأ ضحك من دون سبب قمة الأدب، غيرنا المثل. حلو. شو بتحب تقولي كلمة أخيرة؟ بس ما بتعطينا هيك شي سكوب، هي سكوب صغيرة. ما كل اللي حكيته على هواكم، فشو بدي أقول أكتر بعد؟ إيه بس هلأ مثل ما عرفنا كمان أنه عندك شي جديد عم تحضريه. أكيد بس لرمضان؟ لن أقول، خلص أنسى المفاجأة، بدي أفاجئكم. أوكي مشاهدينا مثل ما سمعتوا باميلا ما رح تخبرنا، رح تخليها سكوب مثل كل مرة، رح تخرب لنا الدنيا كلها مثل ما فرجتنا بكريستال شو عملي. هيدا وعد، ويعني في عنا كريستال جديد، كريمة فوق كريمة فوق كريمة فوق كريمة فوق، هيدا الوعد تبعي صدقني. كل شيء بيليق بالمشاهد وهيك بيخلي انه نحن شوي نشوف بعض كيف عم نخفف عن بعض شوي بالفن. شو بتحب تقولي كلمة أخيرة لكل مشاهدين هواكم؟ بحب أقول إنه زمن البركة أنا حسيته إنه راجع، أنا متفائلة كتير ب2024، تعبنا كتير، زعلنا كتير، انقهرنا كتير، وما زال القهر شغال بكتير من بلدان، ونحن كمان كلبنان مش بس عم نحكي عن برا، ولكن عن جد الإيمان بيقول إنه نحن ما علينا نعيشها هيك، ف take it easy on yourselves، الدنيا حلوة وبتستاهل، نحن منستاهل إنه نعيشها بطريقة حلوة. ف بوسة مني ومن عليا كرم، هيدا الدور اللي أثر، وبقعد بكتير أدوار رح تعمل نفس البومبا إن شاء الله.